ليك ابني انت لازم تكون جاهز على الاخير. طيب حلو هالحكي اللي قلته، بس شو اللي صار بالضبط؟ القصة هي انه ايه؟ خلص ما رح تفهم. وليش ما رح افهم؟ لك يا ابني انت رجال متزوج جديد بهالبيت وكل شي عندك منيح ووردي وشايف الدنيا حلوة ومبسوط كمان. شوف انت بهالمرحلة وانا بهاي المرحلة. أه. تمام؟ لهيك انت رح تاخد وقت لحتى توصل لمرحلتي. طيب عمي بس انا اكيد رح وصل لهنيك مزبوط بالمستقبل، لهيك معلش انت تساعدني لأتدرب للمستقبل منيح؟ لا هالشي مو ضروري بالمرة، لانه انا رح دربك ابني. يسلم. ايه؟ خلي الامر مستقيم مثل ما عم قلك. ايه؟ وانتبه لا تخلي ميرا بنوب تتحكم فيك بالبيت. هي ما بتعمل هالشي ابدا. شو كمان قلي عمو قلي؟ بدك تتعلم كل شي اليوم ها؟ رح علمك بالتدريج وإلا رح تنسى بالتدريج. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.